الإنسان يلي بيستمتع رغم وجود المشاكل بحياته ورغم المصايب اللي هو فيها، هذا منه إنسان متمسح، هذا إنسان عنده اتزان نفسي. رب العالمين قال لمريم عليه السلام: ولقد بشرت بالغلام، بس منا متزوجة. يعني تخيل احنا الموقف، بشرت بغلام منا متزوجة، يعني هي حامل بس منا متزوجة، والناس حتحكي عليها وحتحكي على عرضها والناس حتتهمها بالزنا. يعني حدا يتخيل المصيبة اللي كانت حتنزل على راسها. قال لها الله سبحانه وتعالى لما قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، قال: فكلي واشربي وقري عينا. مش بس تاكلي واشربي، لا، وقري عينا وارتاحي. شو قرار العين؟ نشوف احنا درجه رب العالمين، الشيء اللي طلبه من مريم عليه السلام: فكلي واشربي وقري عينا. قرار العين لما الانسان يشوف شغله يدمع من شده الفرح، ان تقر عينه، يعني تبرد بدموع الفرح. فكلي واشربي وقري عينا. طب رغم المصيبه اللي هي فيها، لا، فكلي واشربي وقري عينا. رب العالمين ما بده منا بسبب الاحزان انه نعطل حياتنا. بنشوف انسان مات له حدا، طيب مات له حدا بده يبطل ياكل، واذا اكل الناس شو حتقول عليه؟ طب ما انا بدي اكل عادي، يعني بدي اعيش. هو مات انا ما حاموت. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعاش الصحابه من بعده، ما في حدا علينا اكرم من النبي صلى الله عليه وسلم، مع هيك عاش الناس من بعده، الحياه بدها تستمر. الله سبحانه وتعالى يقول: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. واهي اعظم المصائب؟ الواحد حياته بدها تستمر من بعدها. طبعا ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن، بس مع هيك بدنا نكمل حياتنا. بنشوف اخت اتطلقت، طب اتطلقت بالاي رجعت مثلا، ما شاء الله كملت حياتها عادي، لك 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 هي وحده مطلقه قاعده بتضحك. طب ما اتطلقت، يعني اي نعم بتحزن وكذا، بس هل معناته انه ما تكمل حياتها، توقف عند هذا الحزن، ما تعيش اي لحظه سعاده؟ بالعكس، الانسان بيسعى لحل المشكله. ممكن الانسان فلس، وقع، صار معه مصيبه، ضاعوا مصريات وكذا، عم بيشوف كيف بده يلاقي حل، بس بنفس الوقت هو عم بيشوف كيف بده يلاقي حل. عنده فنجان قهوه بده يشربه الصبح، بده يستمتع بفنجان القهوه وهو عم بيشربه. ليه؟ عشان ما بده يزيد هم فوق هم. والاستمتاع وتحسين الحاله النفسيه بيحسن المزاج، بيحسن التفكير، بيخلي الواحد يقدر يكمل يومه. مش خلص بده يقفل اليوم، بده يقفل حياته، فاته بحاله اكتئاب، ما قادر يطلع منها. فرجاء رجاء ما تحاولوا انه تأجلوا الاستمتاع عبال ما تخلص المشاكل. ليه؟ قولوا لي. لا، انت اللي قولوا لي. عشان المشاكل بالحياة ما بتخلص، تطلع من مشكلة بسم الله ما شاء الله، او قبل ما تطلع منها بشوي تطلع لك مشكلة. عشان الحياة الدنيا ابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. الله خلقك وقال لك حيبتليك، والبلاء تلو البلاء. كل ما تطلع من بلاء حتفوت ببلاء. طب إذا أنت بدك تأجل الاستمتاع والسعادة ليخلص الابتلاءات وتخلص المصائب ويخلص الصبر اللي عندك، ما حتستمتع، حتأجلها للجنة. وهو فعلا الاستمتاع الحقيقي كبير بالجنة، بس بالدنيا النبي صلى الله عليه وسلم أصابته المصائب الكثيرة. توفيت زوجته، توفي عمه، توفي كل الذكور من أولاده، يعني كل أولاده الذكور توفوا، ومع ذلك استمتع النبي صلى الله عليه وسلم بحياته. هل ما حزن عليهم؟ بلى حزن عليهم، بس أعطى كل شيء قدره مقداره من الحزن، ومع هيك كان في توازن بين الحزن وبين إكمال الحياة، بين الحزن وبين الاستمتاع بالحياة. فكلي واشربي وقري عينا. رجاء حاولوا تعرفوا كيف تنبسطوا، حاولوا تعرفوا كيف يكون لكم توازن. صباحكم، السلام عليكم.